السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، هذا النهار كانت خريجه خفيفه ظريفه مع العائله، مع ولاد خالي الله يحفظهم ليا ويخليهم ليا ان شاء الله التاج فوق راسي، كنحبهم ونموت عليهم. مشينا للجرده ديال المرجان، مشينا ضربنا دويره، مشينا حتى ديك 6 ولا 7 ديال العشيه، يعني كان برد شويه ديال الحال، ما كانش الحمان، راكو عارفين مع هاد اليامات كان شويه ديال الصهد. ايوا مشينا ضربنا دويره تما ودينا الوليدات ودينا غير الكوتي ديالنا من الدار. الصراحه كنا باغيين نجلسوا حتى الليل، كنا باغيين نديو الطويجين ونديو الفاخر ونديو، ولكن ما كان عندنا واحد الغرض واحد اخر، ومشينا غير باش نديرو الكوتي مع العائله وصافي. وهنا يا البنات صافي، رحنا وصلنا، وهاد الجرده ديال المرجان كي كتوصل الوقت ديال 6 ديال العشيه كيبلعوها، ما تبقاش محلوله وكتحل غير من 6 لتحت، من 6 الفوق كيبلعوها، واصلا الداخل ما كيخليوك لا طيبي لا ديري حتى شي حاجه، كتجيبي الماكله معك واجده. المهم على 6 كتبلع، وهنايا برا في الكازون يعني تقدري تجلسي، ما يقول لك حتى واحد، ما كانش اللي يهضر معاك. هنا جبنا معنا الحيفات من الدار وجبنا معنا الماكله ديالنا، ورحنا نسرحوا هاد البلاصه باش نجلسوا. مازال بعد راه 6 ونص، عاد درنا 25 دقيقة. وانا صافي رحنا فرشنا دوك الحفاز وجلسنا، تبارك الله كان واحد الجو غزال، تبارك الله كيما راكم تشوفوا 6 ونص ديال العشيه وباقي الجو زين، يعني مشمش والعوين، ما كشي ديك الشمس اللي قاصحه، والحمد لله. نتمنى ان شاء الله تكون العائله ديما هكا مجموعه. وهنا ريان الصراحه عجبو الحال وقال لك ماما علاش ما جبتيش الكره ديالي، والصراحه انا اللي عمت انا اللي ما نجيبهاش، لحقاش من تكون الجرده مبلعه لداخل ويلعب على برا، راكم عارفين الطريق وطلوطا غاديين، قلت ما نجيبهاش من الاحسن، راكم عارفين باش ما تصرى حتى شي حاجه. وهذه هي هنا حنا نجبدوا الميكله اللي جبناها باش نشربوا اتاي. خرجه 8 ونص وجرت كيف جدودة بي اي بي احنا اختي جبنا البيض، مرت خالي دارت الحرشة، درنا كرواسو، المهم هما يفوجوا بيدات وصافي. كويسات هاد صيفطنا سونتميش للوليدات بالفرماج والكاشير والبيض. يا اختي المهم هي التحويزه، جبنا الملحه والكمون، جبنا ياش اختي حطيت الحليب يطرح لي بنتي عايش معاك الدرطون. شربوا اتاي اختي، ردنا الدجاج اختي، انا من جا اسامه قلت له في الوقت شوفوا اسم كثار في الحان، جيبي لي الكاشير، قال لها مول الحان هزي الحان هزي حلي الثلاجه وهزي، شوش هزت الكاشير قداش جاري يقد. ايوا صافي كون مشيتي لانكرو تما حداك. ايوا صفقه زعما هي صافا هي صفقه فيها. ريحنا ما تلقاش تفرا ان شاء الله. سلمي لي على اختك. ما تقوليش انك كيبيع راسك.
شوفي ما ديروش فرماج يلا غادي راح وجي انا وقولوا لي اليوم الحد وما تقولوا لي شي اثنين عطيه شويه عطيناه عطيت له راه فين ما باش ياكلها شي ها الخبز ما ياكل شكون عليه ما عجبش شي عطيه شويه بعد ايه هذا ولد كلشان عطيناش اخويا شي شي هكا راه هذا بتاع يعني مفرن تاعك مزال وصراحه البنات والله الا فاتت واحد الخرجه واحد النزهه غزاله ضحكنا فيها شخنا فيها بزاف فرحوا فيها الوليدات رايان لعب فيها والحمد لله بدنا مهم الحيوط ديال الدار دينا الماكله ديالنا معنا من الدار فوجنا وضحكنا والمهم هو اننا خرجنا بدنا شويه الجو صافي هنا البنات راهم يتصور عجبهم الحال جابوا ديك الورده بقاو يتصوروا بها والحمد لله اننا نكونوا مجموعين ونكونوا معنا وليداتنا وربي وليداتنا على يحبوا العائله ديالهم ويكون عندهم قلب زوين وقلب ابيض هذاك هو المهم وصافي وهنا صافي جمعنا الحويجات ديالنا درنا كل حاجه في بلاصتها الوليدات مشاو يتمشاو شويه يضربوا دوره انا قلت لهم انا نجلس انا والبنات هنا حنا جالسين وهاد الورده كان هديها الاغلى واحلى متابعين اللي كيتابعوني ويديروا لي لايك ويكملوا الفيديو حتى الاخر ويديروا لي كومونتير زوير بحالكم هاد الورده كنهديهم نهديها لكم نتوما كنبغيكم بزاف وكنحبكم وكنبغي نقول لكم راه كيوصل الفيديو للنهايه ديالو كانت خرجه غزاله غزاله بزاف ونتمنى اي واحد ان شاء الله يلم العائله ديالو ويخرجوا ويفوجوا واخا بابسط الامور وابسط الحويجات مهم اننا نكونوا فرحانين ونكونوا مجموعين وشكرا لكم بزاف على المشاهده وشكرا اللي كمل الفيديو من الاول حتى الاخير واللي دار لايك واللي دار كومونتير وبسلامه عليكم كيوصل الفيديو للنهايه ديالو وباي باي الشمس اما قالوا واحد اثنان محيدي ها بوسي الا العادي